السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من الأجر Networking Engineer يزد 700. الفيديو اللي فات اتكلمنا على السيرتيفيكت أو الأوثنتيكيشن باستخدام السيرتيفيكت أو التحقق من اتصال من نوع البوينت تو سايت باستخدام السيرتيفيكت، وشفنا أن الموضوع بسيط وسهل وخطواته يعني مفهومة واضحة. والفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على أشهر وسيلة تحقق اللي هي الأجر أكتيف دايركتري. إزاي أقدر أتحقق من اليوزر اللي جايني ده أو البوينت اللي جاياني تحقق معايا اتصال أو تعمل معايا كونكشن باستخدام الأكتيف دايركتري بقى اللي أنا بستخدمه؟ لا هضطر إن أنا أعمل سيرتيفيكت، ولا هضطر إن أنا أستخدم الريديس لو أنا بستخدمه، ولا هضطر لأي شيء، فقط إن أنا هعمل كريت يوزر وأديله اليوزر نيم والباسورد للراجل اللي جاي يتصل بيا، واسمح له ان هو يدخل عندي باستخدام الاجر اكتيف دايركتري نفسه. قبل ما نبدا الفيديو يا شباب، في حاجتين حابب انوه عليهم او حاجتين مهمين حابب انوه عليهم. اول حاجه، بعض الاسئله اللي جات على الفيديو رقم 11 واللي كنا بنتكلم فيه عن الكونسبت الخاص بالهايبرد نتوركينج، يعني لما كنا بنتكلم عن البوليسي بيس وعن الراوت بيس وعلى الانواع البي بي ان والاس كيو الجنريشن والاشياء دي كلها، بعض المفاهيم كده لسه مشوشه في اذهان الناس. زي مثلا حد ممكن يقول هو انا اقدر استخدم تو بي بي ان جيت واي يروحوا يبصوا على السايت بتاعي؟ الكلام ده والله احنا قلناه، وقلنا انه حضرتك هتفعل الاكتيف اكتيف مود واللي من خلاله هتقدر تحصل على تو جيت واي او تو في بي ان اجر جيت واي، وبحيث ان واحده لو فيها يعني مش مشاكل او الكونكشن فيل الثانيه يعني هتشتغل. ولكن طبعا ده هيزيد من الكوست او هيخلي فيه قيمه مضافه كده، لانه بالتالي هيعمل لك تو في بي ان جيت واي مش واحده. في مفهوم تاني بيقول اقدر اعمل العكس بقى، يعني اقدر لو انا عندي في السايت بتاعي في الامبريب عندي تو جيت واي او تو بي بي ان، اقدر اخلي الاثنين دول يروح يبصوا على نفس الجيت واي اللي في اجر. حضرتك تقدر تعمل كده، ولكن هتتطلب منك بعض الشروط، اهمها ان انت يكون عندك بي جي بي او مفعل بروتوكول البي جي بي. الحقيقه الكلام في الكونكشن من نوع الجيتوي او الجيتوي بي بي ان طويل جدا، وفي اكتر من تفصيله واكتر من خيار، والديزاين بتاعه يتطلب منك او من حضرتك ان انت تركز وانت بتعمله. وطبعا بالتالي لازم حضرتك تقرا الكومنتيشن كتير جدا، تشتغل بايدك كتير علشان تفهم الخيار الانسب ليك ايه هو، والحل اللي حضرتك هتوفره للشركة قائم على إيه، بناء على إيه، وهيحقق لك في النهاية إيه. هديكم مثال بسيط جدا جدا علشان يعني نفهم القصد من الكلام ده. لو حضرتك دخلت تعمل ديزاين ل بي بي ان من نوع سايت تو سايت أو بوينت تو سايت، حتى خلينا نقول استخدمت فيها جنريشن 1 واستخدمت الاس كيو من نوع بيزك، بينما الخط عندك الترافيك عندك مثلا خلينا نقول 5 جيجا، او خلينا نقول 1 جيجا، يعني ما خليناش يعني نطلع بره العالم العربي كده ونقول مثلا يعني السرعات بعافيه شويه، السرعه عندك 1 جي بي خلاص، وعندك او الكونكشن عندك او البوينت عندك مثلا خلينا نقول 300 بوينت هيتصلوا بال في بي ان ديت. فحضرتك وانت بالديزاين استخدمت جنريشن 1 اس كيو من نوع بيزك في بي ان جي دبليو 1. طيب ال في بي ان جي دبليو 1 ما بتدعمش 300 بوينت، الماكسيمم بتاعها 250، والسرعه او الترافيك بتاعها الماكسيمم 650 ميجا بت. فانت كده استخدمت ديزاين غلط، فبالتالي ما بني على خطأ فهو خطأ، صح كده؟ حضرتك هتعمل الفي بي ان ما عندكش اي مشكله وهتحقق اتصال، ولكن هتحس ان انت في بطء في الكونكشن، وبعد كده بدءا من البوينت رقم 251 هيقف منك. فتيجي تسأل نفسك هو وقف ليه، ايه المشكله،
تقعد تبحث وتلف وتدور، المشكلة من الديزاين نفسه. علشان كده بقول لك إنه لازم تقرأ، لازم تشوف فيديوهات كتير، ولازم تشتغل بإيدك كتير. وعلشان كده كمان وإحنا بنتكلم، أو إن شاء الله بدءا من الفيديو القادم، هنتكلم على السايت تو سايت. السايت تو سايت مش أنا اللي هكلمكم عليه، السايت تو سايت هيكلمكم عليه مهندس أقدر مني وأكتر مني خبرة، وبالتالي هو أعلم مني في المجال ده، فأنا ما حبيتش إن أنا أتكلم فيه قد ما هو هيكلمكم عليه، لأن هو أقدر مني في توصيل المعلومة، اشتغل بيده كتير جدا، عمل بروجكت كتير، فبالتالي هو هيركز على شوية التفاصيل اللي احنا تعمدنا إن احنا ما نخدش فيها وإحنا بنكلمكم على الهايبر نتورك، علشان ما تحسش الموضوع صعب. وهو احنا حابين إن انت تشتغل شوية بإيدك، إن انت تفهم يعني إيه في بي إن أصلا، تفهم يعني إيه أو إزاي نقدر نعمل سيرتيفيكت، إزاي نقدر نستخدم الأكت دايركتري اللي هو إن شاء الله هنتكلم عليه دلوقتي، علشان أحقق في النهاية كونكشن. دي أول حاجة حبيت أكلمكم عليها. قبل ما أنسى بقى، تاني حاجة قبل ما أنسى يا شباب، حضرتك مش مقيد إن أنت تستخدم الـ VPN Client اللي إحنا استخدمناه أو اللي إحنا نزلناه من عند أجر، يعني مش مقيد إن أنت بتعمل إنستول للـ XE ده، لا، أنت ممكن تستخدم أي أبليكيشن VPN، أشهرها الـ Open VPN والـ Azure VPN. دول الاثنين دول هي EXE أو Application Client، ممكن تستخدمهم في الاتصال. الفكرة ببساطة شديدة جدا، إن حضرتك بتعمل داونلود لأجر VPN من الماركت، وبتعمل أو بتعمل داونلود الأوبن VPN من خلال أي ويب سايت أو حتى السايت الرسمي بتاعه. فسريعا كده لو روحنا مثلا، أنا نزلت الأوبن الأجر VPN، فلو روحنا كده هتلاقيه شيء نازل عندك بالشكل ده، مجرد إن أنت هتفتحه وبعد كده هتقول له Add Import Connection أو Import الفايل اللي فيه الكونفيجريشن، فهيروح أو هتروح تشاور له على الفايل ده اللي هو في الأجر في بي إن. والحالة الثانية لو أنت منزل الأوبن في بي إن، هتروح تشاور له طبعا على الفايل اللي موجود. لو روحنا كده استخدمنا الـ XML ده، هيبدأ تلقائيا يقرأ البيانات منه، هيتعرف على نوع الشهادة وعلى Server Secret وعلى الـ Connection Name والـ VPN Server اللي هيزوده أو الـ Azure Gateway اللي هيتصل بيها. كل اللي متاح من خلالك ان انت هتعمل سيف وتبدأ تقول له كونكت، فهيبدأ هنا ينزل لك بيانات الـ Status Log أو الـ Connect ده هيبقى Initial، وتقدر بعد كده ان انت تتأكد باستخدام الطريقة اللي احنا قلناها. لو رحنا على CMD وعملنا بينج على الماشين اللي كانت واخدة 10.0.14، أعتقد هترد عليا، ما عنديش أي مشاكل. نخلي بالنا بقى إن أنت لو رحت على الماشين ديت ريموتلي وشيرت عليها ملف مثلا، ممكن تستقبله من الديفايس ده، أو العكس، ممكن لو شيرت ملف من هنا هتروح تستقبله، خلاص الاتصال بقى قائم وما عندكش أي مشاكل في الكلام. علشان نبدأ موضوع النهاردة، احنا هنتكلم في ايه؟ احنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله في طريقة اخرى من طرق التحقق، ولكن هي الخطوات بتاعتها او الستيبس بتاعتها هي مختلفة شوية، ولازم برضو تبدأ step by step. هنبدأ مع بعض. حضرتك مطالب بان انت يكون معاك بيانات الـ tenant ID وبيانات، او قبل ما يكون معاك بيانات الـ tenant ID لازم تروح تعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، هو ان انت تسمح او تمنح وصول للـ VPN client الابليكيشن ده، تمنح حق وصول على التننت عندك على البورتل. الخطوة دي بتتعمل ازاي؟ من خلال لينك انا هسيبه لكم ان شاء الله في وصف الفيديو. هنروح مع بعض ليه كده Azure VPN Authorized. هنروح هيطلب مننا ان احنا نسجل دخول بالكريدنشال. حضرتك لازم تكون واخد رول الجلوبال ادمن، ما ينفعش الادمنستريتور ولا السكيورتي ادمن ولا مش عارف ايه، لا، الرول بتاعك لازم يكون جلوبال ادمنستريتور. انا هدخل بالكريدنشال بتاعتي، هنعمل ابروف علشان نستطيع ان احنا ندخل.
هيبدأ هنا يسألني إنه في بيرميشن معينة هياخدها الأبلكيشن اللي اسمه أجر في بي إن، فهقول له أنا ما عنديش مشكلة في الكلام ده، أكسبت. كده إحنا إدينا أو منحنا حق الوصول للأجر في بي إن أبلكيشن أو الأجر في بي إن إكس إي، راح على طول إن هو خد حق وصول لبيانات الأجر أكتيف دايركتوري، هيقرأ من خلالها الاي دي وهيقرأ من خلالها اللينك وهيقرأ البيانات اللي جواها كأوبجكت وما إلى ذلك. لو رحنا كده على الأكتيف دايركتوري بتاعنا استعرضنا مع بعض هو عمل إيه بالظبط تحديدا، رحنا على الانتربرايز أبلكيشن، هنلاقي انه الاجر في بي ان خد حق الوصول في التاريخ اللي احنا مع بعض ومن خلال اللينك اللي احنا استخدمناه مع بعض، وده بقى ليه اي دي وبقى ليه حق وصول على قراءه التننت بتاعتي. دي كانت اول خطوه واهم خطوه في الموضوع. بعد كده هنروح سريعا على الجيت واي بتاعتنا علشان نعمل كونفيجريشن ونختار الاوثنتيكيشن من نوع الاجر اكتف دايركتري. فهروح اقول له point to site configuration، بعد كده لو محتاج اغير في البول ما عنديش مشاكل. التانل تايب لازم وحصرا تكون من نوع الاوبن في بي ان، لازم وحصرا تكون من نوع الاوبن في بي ان اساسا. هقول له هنا انا محتاج اعمل الاجر اكتف دايركتري، ممكن اشيل السيرتيفيكت خلاص او ممكن ابقي عليها، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده. بعد كده هو هيطلع لي بيانات الاجر اكتف دايركتري المطلوبه مني. هيطلب مني ثلاث حاجات يا شباب، التالنت اي دي، الاديانس والايشور. الحاجات دي حضرتك مش متالفها، الحاجات دي حضرتك بتجيبها من جوه الاكتف دايركتري بتاعك. علشان تجيبها وعلشان تسهيلا عليك للموضوع انا برضو جمعت لك اللينكات، كل ما عليك ان حضرتك تزيد عليها الاي دي الخاص بالتننت بتاعك. هنروح مع بعض كده للفايل اللي انا ان شاء الله هبقى ازودكم بيه، عباره عن ثلاث اشياء او ثلاث متطلبات اللي حضرتك مطلوب منك تحطها. اول حاجه التننت اي دي، هتروح حضرتك واخد اللينك ده كله لحد هنا، هو هنا ليه لحد هنا؟ لانه بعد كده هتزود عليه الاجر اكتف دايركتري بتاعك انت، التننت بتاعك انت، خلاص مفهوم يا شباب؟ فهروح كده واقول له ادي، بعد كده هجيب له بقى التننت بتاعي انا. لو رحنا كده علشان نشتغل عليه او علشان نحصل عليه سريعا اهو، تننت اهو، هقول له كوبي، وبعد كده هروح طايفه للعنوان بتاعي. خده مني ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. بعد كده الاودينس هو ما بيتغيرش يا شباب، لو حضرتك شغال على البابليك او لو شغال على الجيرماني او الجفرمنت او التشاينا فهتختار انت شغال على ايه. احنا في حالتنا شغالين على البابليك فهاخد اللينك الخاص بالبابليك وهحطه هنا في الاودينس. الايشور برضو ما بيتغيرش، هو نفس اللينك ده وحضرتك هتزيد عليه الاي دي الخاص بيك. هنروح ناخده مره كمان ونقول له ادي الاي دي الخاص بينا، وبعد كده هنقول له سيف، فهيبدا ياخد مني الكونفيجريشن ويسيف. الاودينس طيب او عنده مشكله في الاودينس؟ مفيش مشكله. عفوا، لان انا خدتها بكلمه فور اجر بابليك، دي لازم طبعا هو لحد هنا. خلي بالنا يا شباب انه الحاجات دي مهمه جدا وما ينفعش تغلط فيها يعني، تمام؟ فبالتالي هنا لو قلت له سيف هياخدها مني ما عنديش اي مشاكل برضو. طيب الاي دي في مشكله، الاي دي في مشكله، تمام. هو هنا بيقول لي انه لازم ينتهي ب سلاش،
حاولوا سيف. كويس ان يعني انا دايما بقول يا شباب انه كويس جدا ان الايرورز ديت بتطلع معانا علشان نبدا نتعامل معاها ونبدا نحلها كويس ونبدا نفهمها هو طلع ليه. هياخدها مني ما عنديش اي مشاكل، وبعد ما ينتهي انا هتمكن من اني اداونلود للفي بي ان كلاينت، وفي الحاله دي طبعا هينزل لي بالتو كونفيجريشن اللي هو السيرتيفيكت والاجر اكس دايركتري علشان انا اخترت الاثنين مع بعض وهم فعليا موجودين مع بعض. خلينا نشوف الخطوة اللي ما بعد القادمة، احنا ممكن نستعين بقى بعد كده بالماشين ديت. قبل ما هو يخلص ممكن نعمل ستارت للماشين دي على اعتبار ان هي الكلاينت اللي هتدخل من خلال. طيب لما ينتهي خلينا مع بعض نروح نعمل يوزر جديد كده ونسميه مثلا بي بي ان يوزر علشان نعمل تيست عليه. هقول له نيو يوزر، وهقول له مثلا اليوزر نيم هتبقى او هيبقى في بي ان، النيم في بي ان تيست، اللاست نيم هيبقى مثلا تيست عشان يبقى كله على بعضها في بي ان تيست، وهحط له الباسورد هقول له كرييت، هيبدا يكريت اليوزر ده اللي احنا بعد كده هنشتغل عليه ان شاء الله لما ينتهي من عمليه الكونفيجريشن. هنا هو انتهى تماما من عمليه الكونفيجريشن. انا مطلوب مني دلوقتي اعمل داونلود للفي بي ان كلاينت علشان استخدمه في عمليه الدخول من خلال البوينت اللي انا جاي بيها، فهنداونلود للكلاينت مع بعض. هقول له سيف، بعد كده هروح واخده فاكك الضغط من عليه كده، ندخل جواه نستعرض البيانات، هلاقي البيانات اللي هي مطلوبة مني. انا كل اللي انا محتاجه الاجر بي بي ان الاكس ام ال ده، بعد كده وباستخدام الاجر بي بي ان كلاينت. في بي ان كلاينت ده ابلكيشن يا شباب بينزل من الماركت او بينزل من يعني من ويندوز ماركت او بينزل من الجوجل، تدور عليه وتعمل له داونلود. ابلكيشن عادي جدا نكست يعني بسيط جدا ومش محتاج اصلا اي كونفيجريشن، مجرد ان هو نكست ويزارد بسيط جدا. ف حضرتك هتعمل له داونلود من اي مكان وتعمل له انستول وخلاص. هنفتحه كده مع بعض، بعد كده هنروح نمسح الكونفيجريشن القديمه ديت واقول له انا محتاج امبورت ملف فيه كونفيجريشن جديد. بعد كده هلاقي 2 XML، واحد خاص بالاجر اكتيف دايركتري واحد خاص بالسيرتيفيكت. طبعا احنا في حالتنا هندخل بالاكتيف دايركتري واقول له اوبن، هيروح يقرا البيانات، هقول له سيف هيسيفها. مجرد ما اقول له كونكت هيحصل انه هيطلب مني تسجيل دخول، فهبدا اديله اليوزر اللي احنا عملناه مع بعض في بي ان ات. احنا كنا فاتحين الكابس لوك، اوكي اجر فور عرب دوت نت، بعد كده هقول له نكست، بعد كده هديله الباسورد اقول له ساين ان، هيطلب مني تغييرها علشان انا داخل لاول مره طبعا. طبعا هنا علشان السكيورتي اللي احنا حاطينها على الاكتيف دايركتري بتاعنا، فلازم انه اليوزر اي يوزر يطبق عليه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، فبالتالي هو هنا بيطالبه ببيانات انه المايكروسوفت اوثنتيكيتور. فلو قلنا له نيكست كده في نيكست هيبدا لازم ان انا اعمل سكان واعمل الخطوات. الخطوات دي يا شباب احنا اعتقد ان احنا شارحينها في كورس الاجر اكتيف دايركتري وكورس الاي زد 500، هو فور فري طبعا وموجود على اليوتيوب. انا طبعا عملت سكان فبقول له نيكست،
هنا الخيار ده لما يطلع لك فريكومندد ان انت تشيله علشان ما يتطبقش عليك اي بوليسي جايه من الاكتف دايركتوري فيما يخص الديفايس ده، لو حد مثلا مطبق عليك اوبريتنج سيستم معين او كونديشن اكسس معين فما يتطبقش عليك وما يبقاش الجهاز ممبر في الدومين الخاص بالاجر اكتف دايركتوري، فبالتالي انا محتاج اشيل اللو ديت واقول له ايه اوكي علشان في النهايه هيسمح لي بالدخول. هو هنا بيحاول او بيروح يتشيك على اي بوليسي مطبقه عليك، اي كونفيجريشن انت حاططها مسبقا على الاجر اكتف دايركتوري. واعتقد ان ده مش موضوعنا، احنا ما بنتكلمش سكيورتي، احنا بنتكلم نتورك. اقول اوكي انا دلوقتي بقت كونكتد او جهازي ده بقى كونكتد باستخدام الاجر اكتف دايركتوري اوثنتيكيشن. لو رحنا فتحنا السي ال بي وعملنا بينج على الماشين بتاعتنا اللي هي كانت 10.0.1.4 فبالتالي هي هترد عليا ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. لو دخلت ريموتلي هتدخل معايا، لو عملت شير فولدر او عملت حتى اي اي اس واتصلت باستخدام البرايفت اي بي فهقدر اوصل له ما عنديش اي مشكله. اتمنى يا شباب ان الموضوع يكون بسيط ويكون المعلومات اللي فيه قدرنا نبسطها للناس. اي سؤال انا تحت امركم وبسعد بتواصل الجميع. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.